مدينة ديرانا المنكوبة اللي ضربها إعصار دانيال من كام يوم، ولسه لحد دلوقتي بتعاني من الآثار المدمرة الناتجة عن الإعصار في المدينة، وبتعاني كمان من فقد الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ اللي ماتوا، ده غير طبعا المفقودين ومحدش قادر يوصل لهم لحد النهاردة. وما يعديش كام يوم على الحال ده إلا وتلاقي أهالي المدينة خارجين في مظاهرات واعتصامات في مسجد الصحابة. طيب المظاهرات دي كانت عشان إيه؟ وإيه هي متطلباتهم؟ احنا هنقول لك. المطالب بتاعتهم كانت كالتالي: مطالبة النائب العام في الدولة بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة اللي حصلت دي واللي حلت على مدينة درنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من ليه يد في إهمال أو سرقات أدت للكارثة دي دون التستر على أي مجرم كائنا من يكون. مطالبة مكتب الدعم في الدولة التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب فيه بمدينة درنة وبشكل عاجل. المطالبة بالبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين. المطالبة بعقد مؤتمر دولي حول إعمار مدينة درنة. المطالبة بمراقبة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على عملية إعادة إعمار مدينة درنة. تكليف مكتب استشاري دولي لإعداد جميع الدراسات الهندسية والمساحية والمالية المتعلقة بعملية الإعمار ودعم إدارة مدينة درنة في خطواتها نحو البناء وإصلاح ما تم إفساده. تكليف شركات عالمية يشهد لها في الإعمار والبناء وفق طبيعة المدينة الجغرافية والمناخية والثقافية والتاريخية. المطالبة بتحديد واضح لأي صندوق مالي أو مخصصات مالية للإعمار باسم مدينة درنة. إصدار قرار بتحديد الحدود الإدارية لبلدية درنة بحدودها السابقة من محلة الفتائح شرقا حتى محلة كرسة غربا. تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة. مطالبة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الدولية بإنشاء مركز للرعاية الطبية والتأهيل النفسي بمدينة درنة. المطالبة بمحاسبة المجلس البلدي بدرنة ولجنة استقرار درنة والتحقيق في الميزانيات السابقة اللي تم تخصيصها للمدينة. المطالبة بحل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة. مطالبة هيئة الأحوال المدنية ومكتب النائب العام بضرورة إثبات هوية حالة الوفاة لشهداء المدينة واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بكده. مطالبة مصلحة الجوازات في ليبيا بفتح مكتب الطباعة بمدينة درنة نظراً لحجم المفقودات من جوازات السفر والبطاقات الشخصية. مطالبة الحكومة الليبية بسرعة تدبير مساكن الأسر اللي أصبحت بدون مسكن أو مسكنها غير صالح للسكن. مطالبة الحكومة بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر. مطالبة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أول بأول. مطالبة الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ. تكليف أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب، وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة أعضاء مجلس النواب.